أهلا بكم مشاهدي القاهرة الإخبارية، هذه حلقة جديدة من برنامج الصحافة العالمية، وفيها نناقش أبرز ما تناولته الصحف العالمية حول أبرز مستجدات تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وفي الملف الثاني من الحلقة نتناول بعض التحليلات الصحفية لمؤتمر المناخ COP29 المنعقد في أذربيجان، فابقوا معنا. البداية إذن من تطورات الشرق الأوسط. افتتاحية صحيفة هآريتس الإسرائيلية جاء عنوانها من بين الأنقاض إلى مستوطنة، قصة قرية أم الحيران الفلسطينية والجانب المظلم للصهيونية. صحيفة هآريتس تناولت مأساة أم الحيران، حيث تم تهجير سكانها البدو الفلسطينيين من أراضيهم، ورغم محاولات عدة للاعتراف بالقرية قانونيا، قرر الاحتلال الإسرائيلي في عام 2002 بناء مستوطنة يهودية على أراضيهم. بعد سنوات من الصراع تم هدم المنازل والمسجد، مما أنهى وجودهم في قريتهم لصالح المستوطنين. تحت عنوان هدية لبنانية من نتنياهو إلى ترامب، ما ثمنها؟ ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ يتبنى أسلوب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في عقد الصفقات. الصفقة قد تشمل مقايضة وقف إطلاق النار مع حزب الله مقابل مكاسب سياسية أمريكية لم يعلن عنها حتى الآن، مع احتمالية أن يكون مجال الصفقة في الضفة الغربية أو غزة أو لبنان. من جانبها ألقت صحيفة ذا جارديان الضوء على تقرير أعدته لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أقر بأن السياسات الإسرائيلية في غزة تتماشى مع خصائص الإبادة الجماعية. وفي تقريرها السنوي نبهت اللجنة إلى استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب ووجود نظام فصل عنصري في الضفة الغربية المحتلة، كما حذرت من القتل العشوائي في غزة والظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها الفلسطينيون. دعت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى ضرورة أن يعلن مكتب نتنياهو الحقيقة ويحاسب، وذلك في ظل التقارير الإعلامية حول تسريبات عن تجاوزات وفضائح، من ضمنها جمع معلومات عن وزير الدفاع المقال يوآف جالانت لاستغلالها ضده. وطالبت الصحيفة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين من أجل ضرورة ملحة لاستعادة الثقة العامة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الملياردير إيلون ماسك التقى سفير الإيران لدى الأمم المتحدة في اجتماع سري في محاولة لنزع فتيل التوتر ما بين طهران وواشنطن. كما حث السفير الإيراني ماسك في اجتماعهما على السعي للحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية والقيام بأعمال تجارية في طهران، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية. نزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن، هذا ما كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إذ أفصح مسؤولون إيرانيون عن لقاء سري جمع الملياردير إيلون ماسك الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مسؤولاً عن وزارة كفاءة الحكومة مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني، في تطور مغاير يحمل إشارات قوية على احتمالات تحول في العلاقات الأمريكية الإيرانية. الاجتماع الذي عقد في مكان مجهول جاء بناء على طلب ماسك وبتنظيم من الجانب الإيراني،
وفقاً لمصادر إيرانية مطلعة. وحسب تصريحات لمسؤولين إيرانيين، حمل اللقاء أجواء إيجابية وناقش فيه الطرفان إمكانات التهدئة، ما أثار التكهنات حول احتمال حدوث تحولات في لهجة العلاقات بين البلدين في ظل سياسات إدارة ترامب. هذا اللقاء رآه مراقبون بمثابة بالون اختبار لإيران في إطار غير رسمي، حيث كشف مسؤولون إيرانيون للصحيفة الأمريكية عن كون الاجتماع مثل بديلاً دبلوماسياً سمح لطهران بالتحاور دون الحاجة إلى الجلوس مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، ما يعكس نهجاً جديداً قد يفتح آفاقاً لتعاون غير مباشر. الاجتماع يعكس اهتمام إيران بالتحرك في اتجاه خفض التوترات مع واشنطن والغرب بشأن ملفها النووي، خاصة وأن ترامب في فترة ولايته الأولى قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وأعاد العمل بالعقوبات المفروضة على طهران، كما أفادت نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن السفير إيرفاني دعا ماسك خلال اللقاء إلى الحصول على إعفاءات من العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، داعياً ماسك لتوسيع أعماله داخل إيران. الاجتماع بين إيلون ماسك والسفير الإيراني خطوة تحمل دلالات محتملة على تغيير في مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية في ظل إدارة ترامب التي يغلب عليها العداء لإيران، وفي ظل مشهد معقد في الشرق الأوسط حيث تبقى طهران طرفاً رئيسياً في معادلة القوة أمام إسرائيل. في مقال آخر، أكدت صحيفة هاريتس أن القضاة الإسرائيليين يجب ألا يسمحوا لبنيامين نتنياهو بوضع نفسه فوق القانون، فقد دخلت إسرائيل في أزمة خطيرة لعدة سنوات نتيجة تولي رئيس وزراء متهم جنائيا منصبه، مما يتطلب من المحكمة رفض طلب نتنياهو وأن تسرع في إنهاء محاكمته من أجل المصلحة العامة. ولمزيد من القراءة والتحليل تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور تمارا، وأبدأ معك مما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية حول أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بدأ يتبنى أسلوب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في عقد صفقة. هذه الصفقة قد تشمل مقايدة وقف إطلاق النار مع حزب الله مقابل مكاسب سياسية أمريكية. كيف تقرأين هذا الطرح لصحيفة النهار، وما هي طبيعة هذه المكاسب من وجهة نظرك؟ تحياتي لكم، صباح الخير ولكل المتابعين الكرام لقناتكم الكريمة. أولاً، نتنياهو صحيح حتى هذه اللحظة مستمر في حربه على أرض قطاع غزة، ولكن على ما يبدو سوف يكون مستقبلاً مقايضة التي تشير إلى واقع أن يتم عملية الاعتراف في السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بالمقابل يكون هناك وقف إطلاق النار في أرض قطاع غزة، بمعنى أن لغة الطرفين سواء كان على مستوى ترامب الذي يتحدث دائما بلغة الصفقات ولغة المقايضات، تحديدا فيما يتعلق أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحقق إنجازات تاريخية في منطقة الشرق الأوسط المتعلقة بمسارات السلام في المنطقة ومسارات التطبيع، ولكن بالمقابل أن يكون هناك تحقيق واقع تخفيف وطأة الحروب في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا فيما يتعلق صفقة لبنان، يعني بمعنى أن هناك مسودة تم تقديمها من قبل السفيرة الأمريكية تحديدا للقيادات اللبنانية، تشير هذه المسودة بأن يكون هناك يعني تطبيق 1701 وإيجاد رقابة دولية مكونة من 4 دول، تتمثل هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، بالإضافة لدولة عربية قد تكون الأردن. حتى هذه اللحظة لا أحد يعلم تماما ما هي هذه الدولة العربية، لكن هناك مؤشرات تشير إلى بعض الصحف الغربية أن هناك بعض الدول العربية سوف تقبل بالرقابة الدولية تحديدا في منطقة جنوب لبنان. إذا كان هناك موافقة لهذا المسار فإن سوف يكون هناك يعني التماشي في هذا الموضوع، ولكن حتى هذه اللحظة على ما يبدو أن حزب الله
ما زال حتى هذه اللحظة لم يعطي الإجابة النهائية بقبوله بابتعاده إلى بعد نهر الليطاني ووجود الجيش اللبناني بالإضافة للقوات اللبنانية، كون أن هناك تخوف من أن يكون هناك انتهاك من قبل إسرائيل للسيادة اللبنانية إذا كان هناك عدم قدرة هذه الرقابة الدولية بأن لا يكون هناك سلاح في منطقة جنوب لبنان، فبالتالي هناك سوف يحدث تدخلا إسرائيليا، فبالتالي هناك تخوف ما زال حتى هذه اللحظة. لكن في مسار الصفقات الأكبر على ما يبدو أن لقاء إيلون ماسك بالسفير الإيراني على ما يبدو أن قد يحدث انفراجة، وهذا الآن في ملعب إيران، ليس فقط في ملعب إيران وإنما أيضا في وكلائها. قبل أن ننطلق إلى مسألة هذه المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ودور إيلون ماسك بطبيعة الحال، أريد أن أتوقف عند ما ذكرته حول موافقة حزب الله على شروط وقف إطلاق النار. كما تعلمين ونقلا عن رويترز، السفيرة الأمريكية في لبنان نقلت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني مسودة مقترح، وأشارت إلى أن هذه المسودة ربما يعني تشمل بندا ربما يخرق القرار 1701. ما هذه الشروط التي من المحتمل أن تضعها إسرائيل يمكن أن تهدد هذا القرار وتهدد السيادة اللبنانية كما ذكرتي؟ علينا أن نتحدث بواقعية. اليوم إسرائيل دخلت عمق 4 كيلومتر إلى منطقة تسمى بلدة الشمع. هذه البلدة يعني بمعنى هي ما بين منطقة الناقورة وأيضا علم الشعب. اليوم إسرائيل دخلت هذا 5 كيلومتر على ما يبدو أنها تريد أن تحقق معادلة وهي إنشاء منطقة آمن عازل. الشرط التي تريده إسرائيل يجب أن يكون هناك منطقة آمن عازل على حدودها يعني قرابة 25 كيلومتر. بالإضافة الشرط الثاني، إذا لم تستطع الرقابة الدولية أو القوة الدولية أو الرقابة لهذه الدول لم تستطع أن تحمي الحدود فإن إسرائيل سوف يسمح لها تدخل. فبالتالي أحد هذه الشروط التي لا تقبل بها القيادة اللبنانية كون أنها سوف يمس السيادة اللبنانية، فبالتالي الشرط الذي يسمح لإسرائيل بالدخول بالأجواء سواء كان على مستوى بري أو على مستوى الجو أو حتى على مستوى البحر، يعني لا أحد يعلم تماما ما آلية التدخل كون أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ما زالت ترى أن عملية تدخلها هو الذي يعطيها الأمان أو الأمن لعودة المستوطنين إلى أماكن سكناهم. فبالتالي هناك شرطين، الشرط المتعلق أن هذه المنطقة لا عودة للنازحين أو اللبنانيين في منطقة الجنوب أو حتى على مستوى وجود أي بشري في هذه المنطقة، بالإضافة وجود رقابة دولية لها علاقة بعملية حماية هذه الحدود حتى لا يكون هناك مستقبلا يعني اختراق أو وجود حزب الله أو قوة الرضوان أو وجود السلاح أو مرور السلاح ما بين منطقة سوريا إلى منطقة لبنان. نعم دكتور طبعا. على ما يبدو أن هذين الشرطين قد لا يقبلهما الواقع اللبناني، بالإضافة أن هناك أصبحت مقايدات ليس فقط على مستوى الواقع اللبناني، تحديدا أن في أرض قطاع غزة حتى هذه اللحظة لا يوجد مسار فيما يتعلق وقف الحرب على أرض قطاع غزة. كما تعلمين دكتور تمارا يعني وعفوا للمقاطعة، أن إيران ليست ببعيدة عن كل هذه الأمور التي تحدثت فيها، وهنا أشير إلى هذا اللقاء الذي جمع إيلون ماسك بالسفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، لربما يؤشر ذلك إلى أن إيلون ماسك ربما يكون كلمة السر في عدد من المفاوضات ربما تجري مع الجانب الإيراني، ويؤشر ذلك إلى أن هناك ربما مفاوضات ما بين الولايات المتحدة في ثوبها الجديد أو في إدارتها الجديدة مع إيران لإنهاء أو التوقف ولو بشكل جزئي عن تصاعد توترات الأزمة في المنطقة. إذا تحدثنا بكل واقعية، أولاً ترامب هو بالفعل يعني قبيل فترة الشهرين القادمين يحاول قدر الإمكان محاولة الوصول إلى وقف إطلاق النار تحديداً في منطقة لبنان. فيما يتعلق فريقه الحالي، بالفعل هو فريق قد يكون أقرب إلى الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، هذا لا يعني أن يكون هناك استمرار للحروب، يعني كون أن ترامب معني بوقفها ولا يريد أن يستلم الإدارة الأمريكية وهناك حروب. ولكن فيما يتعلق لقاء إيلون ماسك أيضاً في السفير الإيراني، أعتقد أن هناك بوادر إيجابية تحديدا أن الإدارة ترامب بالفعل معنية بتخفيف وطأة الحروب، ولكن الآن يتم التعامل بلغة سياسة الترغيب ثم الترهيب. إذا شعرت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك عدم تجاوب إيران تحديدا في الشروط التي وضعتها، هناك بعض الشروط التي تم الحديث عنها عبر الإعلام الولايات المتحدة الأمريكية وهي تشير أن على إيران أن تخفف من تقديم الدعم لأذرعها متعلقة بحزب الله وغيرها من المنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لتخفيف يعني توسع نفوذها في المنطقة، بالإضافة أن يكون هناك
يعني مقايضات أو سياسة الترغيب متعلقة برفع العقوبات الاقتصادية، وأن تكون هناك نوعا من تعزيز المعاملات التجارية والاستثمارية والتي لها علاقة بالتكنولوجيا والأقمار الصناعية وغيرها، التي يتم بالفعل سياسة الترغيب من أجل الوصول إلى اتفاق نووي، يعني أن لا يكون في هذا الاتفاق خاسر ولا رابح، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحقق الأمن لحماية الدفاع عن الأمن القومي الإسرائيلي، بأيضا حتى لا تخسر واقع إيران أمام منطقة الشرق الأوسط، بمعنى دكتور أن يكون هناك اتفاق يتم التوافق عليه كلا الطرفين، وهذا الاتفاق قد تصل إلى معاهدة إذا شعرت أمريكا أن هناك نوعا ما من قبول إيران لبعض الشروط، أعتقد أنها سوف تتحول إلى معاهدة. وهذا ربما يعني ما ذكرتيه دكتور تمارا هنا سيكشف عنه مقبل الأيام. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تحليل، الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معي من رام الله، شكرا لك. قالت صحيفة The Economist إن شركات النفط الكبرى بدأت تتبنى موقفا أكثر مرونة تجاه تنظيمات تغير المناخ، مشيرة إلى دعوة رئيس شركة إكسون موبيل للولايات المتحدة للتمسك باتفاقية باريس للمناخ. ويعكس هذا التحول الضغوط المتزايدة على شركات النفط لتبني سياسات أكثر استدامة وتوجهها نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة لتجنب مخاطر السوق المستقبلية. أفادت مجلة ذا نيتشر بأن على الدول الغنية تمويل جهود المناخ في الدول الفقيرة لضمان مصاريعها، حيث إن عليها إما دعم خفض الانبعاثات الآن أو مواجهة أضرار متزايدة مستقبلا، ولتأثير فعال يجب توفير التمويل فورا ليؤثر في خطط المناخ لعام 2025، إذ إن نقصه سيجعل الدول الفقيرة عاجزة عن الالتزام باتفاقية باريس، مما سيضر الجميع. وكالة بلومبرج تناولت غياب كبار ممثلي وول ستريت في مؤتمر كوب 29، حيث يواجه هدف تمويل المناخ بقيمة تريليون دولار تحديات كبيرة. وأشار جاي كولينز من سيتي جروب إلى تقدم البنوك التنموية في استخدام رأس المال، لكن القيود التنظيمية ما زالت تعوق تدفق الأموال إلى الدول النامية، مما أثار الإحباط بين المشاركين الجدد. من جانبها صحيفة تشاينا ديلي الصينية أكدت ضرورة التضامن العالمي لمكافحة تغير المناخ. وبحسب الصحيفة أظهرت الصين تقدما كبيرا في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، لكنها تواجه تحديات بسبب السياسات الأمريكية والحواجز التجارية، حيث أن مؤتمر المناخ كوب 29 أشار إلى الحاجة للتعاون الدولي دون تأثيرات الصراع الجيوسياسية. موقع The Conversation ناقش أن الدول النامية تتحمل عبء تغير المناخ رغم أنها الأقل مسؤولية عنه، حيث تكبدها الخسائر التي تتراوح بين 100 إلى 500 مليار دولار سنويا. هذا وقال الموقع إنه لتصحيح هذا الوضع يجب أن تكون التمويلات المقدمة في كوب 29 على شكل منح وليس قروض، ويجب أن تسهم الدول الغنية في تعويض الخسائر التي تعاني منها هذه الدول. ومع أن التاريخ يشير إلى صعوبة حدوث ذلك، فإن هذه المحادثات تظل فرصة لزيادة الوعي في الدول الغنية حول الأضرار الحقيقية لتغير المناخ. صحيفة نيويورك تايمز نشرت مخرجات تقرير جديد أشار إلى أن الدول لم تحقق تقدما كبيرا في تقليص انبعاثات الغاز الدفيئة، مما يهدد بتحقيق مستويات خطيرة من الاحترار في هذا القرن. ووفقا لتقرير مراقب العمل المناخي، فإن السياسات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنحو 2.7 مئوية بحلول عام 2100.
أما صحيفة ليموند الفرنسية فقد أشارت إلى أن المفاوضين في مؤتمر كوب 29 في باكو يواجهون صعوبة في التوصل إلى توافق بسبب تعدد الخيارات المطروحة. في مؤتمر كوب 29 تم اقتراح تخصيص 220 مليار دولار للدول الأقل نمواً و39 مليار دولار للدول الجزرية الصغيرة النامية، لكن بعض الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترفض هذه المقترحات، خاصة في ظل دعوات لتقاسم الأعباء بناء على الانبعاثات التاريخية، مما قد يفرض عليها دفع مبالغ ضخمة. لا نحتاج إلى الولايات المتحدة لمحاربة تغير المناخ. كان هذا عنوان تحليل نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث أشارت إلى أن غياب القيادة الأمريكية في مؤتمر كوب 29 لن يمنع التقدم في تمويل المناخ، ويمكن تحقيق تقدم إذا زادت الدول القادرة التزاماتها بالتمويل العام وعالجت أزمة الديون، مما يضمن توفير تمويل ميسر للدول النامية لدعم أهداف التنمية المستدامة. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من الرباط محمد بن عبو الخبير في التنمية المستدامة. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. يعني ماذا تريد الدول من كبار الملوثين؟ ها هنا أقصد الدول في هذه النسخة من مؤتمر المناخ. شكرا جزيلا على الدعوة. بالطبع الدول المسؤولة تاريخيا عن التغيرات المناخية، نتكلم عن أمريكا، عن كندا، عن الاتحاد الاوروبي كطرف اتفاقيه اطار التغيرات المناخيه، كل هذه الدول يعني هي مسؤوله تاريخيا منذ بدايه الثوره الصناعيه الى حدود اليوم. هذه التراكمات الغازات الدفيئه في الغلاف الجوي يعني تؤثر بشكل كبير على جميع مناحي الحياه على مستوى الكره الارضيه، وبالتالي اليوم الدول الكبرى تساهم بشكل كبير حوالي 80% من انبعاثات الغازات الدفيئه، وهي في كل محطه وفي كل قمه مناخ تكون تارة غائبة، تارة تكون هناك انسحابات، وبالتالي تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات وعلى مسار هذه التمويلات التي يطمح الكل إلى الولوج إليها إلى الوصول إليها. نعلم جيدا أن قيمة باكو اليوم هي قيمة تمويل بامتياز، وربما ستكون محطة عبور إلى قمة البرازيل المقبلة، قمة 30 التي سوف تكون احتفالية كبيرة لاتفاق باريس. وبالتالي الدول الكبرى اليوم يعني هي نوعا ما يعني تؤخر النقاش للتمويل المالي الى القمه المقبله، لان نعلم جيدا ان الدول يعني عملت عملا جبارا عملا كبيرا خلال قمه شرم الشيخ من اجل اخراج كل هذا النقاش الكبير حول التعويض عن الخسائر والاضرار لصالح الدول يعني المتضرره. وخلال قمه دبي الاخيره تم إخراج هذا الصندوق، صندوق تعويض الخسائر والأضرار. اليوم النقاش الكبير كيف سيتم استخراج هذه التمويلات؟ نحن في حاجة يعني إلى ملايير الدولارات سنويا يجب يعني اعتمادها وتخصيصها لمواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة التغيرات المناخية التي لا تعترف بالحدود ولا تعترف بالدول، يعني وتصيب اليابسة كما تصيب المحيطات والبحار، وبالتالي تأثيرها كبير على المنظومات البيئية وعلى بقاء الإنسان على وجه الأرض. كان هناك تعويلا كبيرا على قدر من التمويل ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا أريد أن أشير إلى ما ذكره عنوان تحليل نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول لا نحتاج إلى الولايات المتحدة لمحاربة تغير المناخ. وأشارت في هذا التحليل إلى أن غياب القيادة الأمريكية في هذه النسخة من المؤتمر لن تمنع التقدم في تمويل المناخ. إلى أي مدى تتفق مع هذه أو وجهة النظر هذه؟ أنا غير متفق تماما عما يروج حول يعني أمريكا سواء كانت حاضرة أو غائبة، حضورها يكون دافعة قوية للمفاوضات كما حدث في قمة باريس، قمة المناخ بامتياز اللي كانت حاضرة فيها مجموعة من الدول ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وكانت هناك مخرجات جد قوية على مستوى قمة تاريخية قمة المناخ. اليوم نتكلم عن غياب أمريكا وربما انسحاب مرة ثانية في عهد ترامب هذه الاتفاقية الإطار ومن اتفاق باريس،
سيكون له تأثير سلبي على مسار المفاوضات. نعم سيد محمد، وربما مع تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ستتكشف العديد من السياسات المحتملة. على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من الرباط السيد محمد بن عبو الخبير في التنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كانت هذه فقرات برنامج الصحافة العالمية، انتظرونا غدا، دمتم في أمان الله.